الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hari ini Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari ini hari yang berbeda dengan hari-hari yang biasa kita jalani di ma'had. Hari ini kita mensyukuri nikmat Allah yang lain. Setelah kurang lebih 6 bulan kita berkonsentrasi menuntut ilmu, kita sudah menyelesaikan ujian akhir semester. Alhamdulillah, antum juga sudah selesai ujian semua. Semoga nilai-nilai ujian antum semuanya baik-baik semua. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah semua, para ulama ketika menjelaskan tentang rukun-rukun nikmat, bahwa rukun nikmat itu ada 3. Yang pertama, kita harus menyadari dengan tulus, dengan penuh kesadaran dari lubuk hati kita yang paling dalam, bahwa nikmat ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita menyadari bahwa nikmat ini semua dari Allah, maka kita ucapkan dengan lisan kita. Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan kita ketika kita mensyukuri nikmat Allah? Alhamdulillah. Kita basahi lisan kita dengan banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafi al-rafi'ul mu'izzul المزيل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم القدود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤمن
العرشين الصمود الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافي الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الصابر الباطن الوالي المتعال البار التواب المنتكب العفو الرؤوف المالك المكيد الجلال والإكرام المحسي الجامع الغني المغني المال الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس